بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى وأحداث الشوط الثاني، الكرة مع فريق عبد الوهاب اللي النهارده لابس الأسود والأزرق، هو فريق شادي. بدأ الشوط الثاني الجو برد طبعا بره الملعب، لكن داخل الملعب نار 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 ما بين اللعيبة. فاضل شوط، فرقة واحدة هتكمل. شفنا في الشوط الأول هجوم من فرقة شادي محمد، هنشوف هل في رد فعل من فرقة كابتن سارة في الشوط الثاني ولا اللعب كله هيبقى مايل هناك. أوت، يلعب الكرة قبل منطقه الجزاء، ولكن ياخد الكره ويجري. خش الجول بسرعه، خش الجول بسرعه، حطها، طلع 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 الكوره، خلاص كله بقى اوفسايد. طلع الكوره ويكمل هادي اسماعيل، ما حدش بيقابله هادي اسماعيل. راضي 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 راضي، يا نهار ابيض يا لوكاكو يا راجل. اوفسايد، جري الملعب كله كله كله، وفي الاخر القرار بتاع اللمسه قبل الاخيره اللي هتودي فيها زميلك هو والجول. فين حميدو؟ كره جايه لك، روح عليها، سايبين ترجعوا مره ثانيه ما بين الاثنين، ولكن ياخد الكره كويس قوي. رزه يلعب الكره في نص الملعب، حلوه يلعبها كويس قوي، ولكن يطلعها الدفاع. عملها حلوه قوي لصالح السليم، ولكن تطلع. فين ده يا عم ده؟ إبراهيم هيشوط الكرة. إبراهيم عيد، ولكن الحارس اوه الكرة منه. لا 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 لا، خلاص لم الكرة فاول. كابتن شادي قال لك سخن جاهز تروح في نص الملعب مره ثانيه، عايز عدو لكن يخش عليه كويس قوي ويكمل معاه. هايل 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 هايل، يخلصها كويس، تروح في انفراد، في انفراد جوه منطقه الجزاء، ويلعب الكره بالعرض ويطلعها حلوه قوي لضربه اركريه. ابراهيم عيد يدخل بيها، يشيلها من قدامه، ولكن الدفاع روزا يخلص الكره. روزا يلعبها بدون استعجال، روزا كويسه قوي لقدام عند مصطفى محمود اللي يلعب الكره برضه لقدام، ولكن يخلصها الدفاع كويس قوي. يوسف مختار غالبا تبديل في الهاف الشمال، لان في واحد غلط في كوره وبعدها على طول كابتن شادي راح منادي حد من عندك، فرصه خطر قوي 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 لو شاط بيمينه ويخش معاه ويطلع الكوره. عايزه تطلع ركنيه، ركنيه لا، يلحق الكوره يلحق الكوره، ما خرجتش اللي ما كويس قوي. فات شويه من الشوط الثاني، وكابتن شادي محمد هيعمل تبديلين مره واحده، تبديلين هجوميين، واحد في نص الملعب ارتكاز، واحد ناحيه الشمال. سيف هيخرج وهينزل مروان سامي. مروان سامي مهاجم، غير مكان عمرو محمود، كان هيخرج سيف لكن رجع ونزل عمرو محمود. عمل تبديل واحد، لسه التبديل الثاني شويه. روز يلعب الكرة مرة تانية، يخلصها لقدام، يدخل روزا، محمد حسن يلعب الكرة، مصطفى لقدام عايز يدخل جوه منطقة الجزاء، حلوة حية يا ولد، هات وخد يا عم، قلت لك تايه تايه تايه. اوفسايد اوفسايد، كابتن سارة بترد بتبديل على طول الناحية التانية اهو. يا عم سيف فوق تخلص على طول، ماشي يلا بطل. يلعب الكرة، عايز يعدي، يشترك معاه كويس قوي، عايز يعدي منه، ولكن سامعين بتقولي له خلص على طول وشوط. خلص سامعين، هما عمالين يوصلوا محدش راضي يشوط. لازم يشوطوا عشان يجي الهدف.